ثلاثاء أسود، ليس على الواد فحسب وإنما على الجزائر كاملة. هو أقل ما يمكن أن يوصف به هذا اليوم الذي قضى فيه ثمانية رضع إثر حريق مهول في مستشفى الأمومة والطفولة بولاية وادي سوف، حادث فجر سخطا شعبيا على المستوى المحلي ومتابعة متواصلة على المستوى الوطني. جيت للسبيطار هنا لاحظت حاجة، هنا لقيت ترسيتي كاين، ترسيتي يمشي عند في التاكسي في الجيران يعطيك الصح، وهنا الجروب ما يرتاح. علاش الجروب نايض وترسيتي كاين؟ لولا الاهمال. احنا الكارثه اللي وقعت في هذه الكارثه الاولى تاعنا في ولايه الواد هنا وقعت كارثه العام اللي فات ومجنوشي هذا منكر، هذا يسموه ولادنا اللي ماتوا هنا. علاش هكا؟ علاش منكر؟ هذا منكر. ولكن المسؤولين راهي لا دوزيام فوا توقع لو ديغا هذه تاع الكتريسيتي، والمواطن هنا راه محقور في كل الادارات، في جميع الادارات خاصة ولاية الواد. مسؤولين من المير وإلا الوالي وإلا مدير الصحة والرهم. آباء أمهات وأهال فجعوا في فلذات أكبادهم مع ساعات الصباح الأولى. أعمار الرضع المتوفين لم تتجاوز 28 يوما لدى أكبرهم، بينما رحل أصغرهم وهو لم ير من الدنيا إلا يوما واحدا. وكان الألم مضاعفا لدى زوجين لم ينجبا منذ 8 سنوات. قول مجزرة. احنا نتحدث عن التوام، هذم توام يعني الاب نتاعهم ما يجيبش ولا الام نتاعهم ما تجيبش. بعد 8 سنوات قاموا بالزرع، اتحطوا ما ماتوش موت طبيعي او طاحوا، اتحرقوا في سبيطار فيه مسؤولين. وزير الصحة تنقل الى الوادي، وقف على الحادثة، عاين الاضرار، ثم امر بتوقيف كل من مدير الصحة، مدير المستشفى، المناوبة الليلية العاملة اثناء وقوع الحادثة، إجراءات أقرها الوزير لتهدئة الغضب الشعبي. هذا الغضب ترجمه المواطنون من خلال المطالبة برؤوس كل مسؤولي الولاية بداية من الوالي، خاصة وأن هذه الحادثة لا تعتبر الأولى من نوعها في وادي سوف.